في الديوانية العشرات يتظاهرون أمام مكتب البرلمان، والسوداني وبن سلمان يؤكدان مواصلة التعاون المتبادل بمختلف المجالات، وشرطة البصرة تكشف حقيقة اختطاف نائب، وبينهم عراقيون الكويت ترحل 2000 أستاذ، ومحتجون يغلقون شارع المطار في النجف الأشرف. متابعينا الكرام، حتى لا تفوتكم أخبار العراق العاجلة، يرجى دعم الصفحة بلايك ومتابعة، ونوافدكم بكل خبر جديد وحصري. تفاصيل الخبر الأول: تظاهر العشرات في الديوانية مساء الاثنين أمام مكتب مجلس النواب احتجاجا على قانون الانتخابات. إن العشرات من متظاهري الديوانية قاموا بحرق الإطارات أمام مكتب مجلس النواب ويحاولون اقتحامه احتجاجا على تصويت قانون الانتخابات. وصوت مجلس النواب فجر اليوم الاثنين على تعديل قانون الانتخابات. التالي أكد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني وولي العهد السعودي محمد بن سلمان مواصلة التعاون المتبادل بمختلف المجالات. قال مكتب السوداني في بيان إن رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني تلقى مساء اليوم الاثنين اتصالا هاتفيا من ولي العهد المملكة العربية السعودية الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود. شهد الاتصال بحسب البيان تبادل التهاني بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، والدعاء الله جل وعلا أن يعيد على البلدين والأمة العربية والإسلامية بوافر الخير والازدهار. وجرى خلال الاتصال بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها، ومناقشة عدد من القضايا الأقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وكذلك التأكيد على مواصلة التعاون المتبادل في مختلف المجالات والقطاعات الاقتصادية والاستثمارية ضمن إطار مجلس التنسيق العراقي والسعودي، بما يسهم في الارتقاء بمستوى العلاقات وتحقيق مصالح الشعبين البلدين وتطلعاتهما في المزيد من الاستقرار والتنمية. التالي: كشفت قيادة شرطة البصرة اليوم الاثنين حقيقة اختطاف النائب مصطفى سند، وذكر القيادة في بيان إنها تنفي ما تداولته بعض المواقع التواصل الاجتماعي من أنباء عن حدوث جريمة خطف للنائب مصطفى جبار سند في محافظة البصرة، ونوهت: وفي الوقت الذي نؤكد فيه عدم صحة الخبر، كما نود أن تدعو الجميع إلى توخي الدقة في نقل المعلومات ومعرفة الأخبار الحقيقية من مصادرها الرسمية حصرا. وأكدت أن محافظة البصرة أمنه بجهود أبطال قيادة شرطة محافظة البصرة والأجهزة الأمنية التي تواصل الليل بالنهار لحفظ الأمن والاستقرار فيها. التالي: أعلنت وزارة التربية الكويتية الاستغناء عن أكثر من 2000 معلم وافد ورئيس قسم في 14 تخصص ضمن خطتها إحلال مواطنين بدلا منهم. وأكدت الوزارة أن المشمولين بقرار الإحلال بالخطة ينتمون إلى 24 جنسية من مختلف دول العالم، هي سوريا ومصر والعراق والأردن والهند ونيجيريا وإيران واليمن والمغرب ولبنان والسنغال والسودان وعمان وتونس وأفغانستان وكندا والصومال وإيطاليا وكينيا وروسيا والفلبين وغانا والباكستان. وقال وزير التربية والتعليم العالي في الكويت حمل العدواني، أكد في ديسمبر الماضي إن الوزارة ستنهي عمل عدد من المعلمين الوافدين بعد نهاية العام الدراسي الحالي لفسح المجال لكويت بعض التخصصات التزاما بخطة الحكومة. التالي: محتجون يغلقون شارع المطار في النجف الأشرف. أقدم محتجون اليوم الاثنين على إغلاق شارع المطار في النجف الأشرف. وقال المراسل إن مجموعة من المحتجين أقدموا مساء اليوم على إغلاق شارع مطار النجف الأشرف، وأضاف أن المحتجين على قرار قانون سانت ليغو أغلقوا الشارع بالإطارات المحترقة. إلى هنا وتنتهي أخبارنا اليوم الثلاثاء 28 مارس من عام 2023، ولا تنسوا دعم الصفحة بلايك ومتابعة، والسلام عليكم.